نجيب علم جاهد على عمر 37 سنة مديرية الشمايتين عزلة بن شيف الشرق أسكن مع والدتي امرأة مسنة في هذا المنزل وعول أسرتي أنا. تم اختياري ضمن البنات أو الحريم اللي يعولن أسار مجموعة من احنا أعتقد 15 متدربة. تم تدريبنا لمدة 10 أيام وخلال الدورة استفدنا صراحة كثير استفدنا كيف يكون مشروع صغير، كيف تنمي نفسك، كيف تستقل بذاتك وما تعتمدش على الهبات أو العطاء. اخترت البخور هذا كميول وهواية من واني صغير وانا شي اعمل هذه الحاجات، البخور وقمع العطور وصنع الزبادي اليمني والأخضرين والمعشوقة والملتوت والمبسوس، يعني البخور مشتقاته كله. معي بقرة أربي الأبقار، أربي كمان الأغنام والماعز والدواجن لأنه أستفيد من مردودهن لي للأسرة ألبي احتياجاتي. استهداف الأسر الذي تعولها امرأة أو الأسر الضعيفة في المجتمع كان تدخل رده إيجابي جدا. كان علي ديون وكنت ما أقدرش أسدد احتياجات البيت، الآن الحمد لله سددت ديوني واجب احتياجات البيت وأعيش يعني الحمد لله مكتفي ذاتيا. أحلم إنه مشروع يتوسع، حلمي كبير، بس إن شاء الله المشروع هذا يكون سبب نجاحي وسبب حلمي اللي حلم به. سبب نجاحي وسبب حلمي اللي حلم به.